هي انا جيت النهارده انتخب لقيت البنزين جاي يعني رائع بصراحه ربنا، ما خدتش دقيقه جوه ودخلت وخلصت انتخبت وبصمتي، ربنا يوفق مصر وربنا يوفق. رايك ايه في عمليه المشهد الانتخابي شكله ايه؟ بصراحه ربنا الفتره اللي فاتت كام سنه اللي فاتوا الوضع كله اختلف في مصر حقيقه، بنقدم والدنيا افضل بكتير من الاول. انت كان شعورك ايه النهارده وانت داخله الانتخابات؟ سعيده جدا، ويعني لولا ان انا كان عندي ظروف امبارح ما قدرتش انزل، عشان كده النهارده اول ما قمت الصبح كان لازم اجي قبل او اعمل اي حاجه ان انا انتخب. شكرا.